السلام عليكم. بيقوم الاحتلال بكثير من الحفريات داخل القدس. شو تاريخها وشو الهدف منها؟ أول حملة حفريات قام بها الاحتلال كانت في حدود العام 1838. كيف؟ بدأت بحملات استكشافية قام بها إدوارد روبنسون، وبعد ذلك تطورت إلى حملات منظمة. واستخدم الصهاينة في العهد العثماني حجة البحث عن مصادر للمياه، وظلوا على هاي الحيلة حتى 48، وبعدها استمرت الحفريات لل 99 ميلادي. الهدف هو إيجاد آثار يهودية مذكورة في التوراة المحرفة واللي بتثبت أحقية اليهود في الأرض المقدسة. المفاجأة للصهاينة أنه كل ما وجدوه من آثار كانت تعود للعهد الصليبي أو الروماني أو العهد الإسلامي، ولم يجدوا أي أثر يهودي يوافق رواية توراتية، بل أثبت العلماء أن داود لم يبني مدينة، بل وجد مدينة قائمة هي مدينة يبوس.